وبقع لك عيونك؟ نعم، عشان أبجر راسك بالطاسة دي. خلاص عاد عيب، وش بقع عينك ما بقع عينك؟ أنا عارف إنك ميت على اللحظة من وتحبين، والدليل إنك تارك باب الشقة مفتوحة. تحسبني ما أعرف؟ أقصد عيون البيض اللي بتاكليها. طب ليش كذبت علي وقلت لي ان الباب مقفول ورميت المفتاح؟ ليش ما طلعت يوم عرفت ان الباب مفتوح؟